سلام يا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. المهم لا فيديو ديال اليوم البنات، انا تري كونطونت واخيرا خرجت للزنقه. المهم البنات، من بعد ما 25 يوم وانا محبوسه في الدار صافي، غير ما كنطلش على باب الدار. والو والو، بعد الخطرات كنتخنق، كنطلع كنحل غير الشرجه من الفوق، كنستنشق استنشاق الهواء. المهم اليوم فرحانه حيت خرجت. باقي كاع الناس خصكم تجلسوا في داركم، اطونسيون راه خصكم تجلسوا في داركم، مي انا خرجت اليوم راه غير كيدير لينا صالح. المهم انا خرجت اليوم البنات غير باش ندير لي كورس، غير باش ندير لي كورس، لحقاش ما بقى عندي والو. من اخر خطره خرجت كنت قديت فيها ما بقى عندي والو، وديك الخطره اون بلوس فاش خرجت ما لقيتش بزاف الحاجات، يعني بحال ما كنتش لاقيه الطحين، ما كنتش لاقيه الخميره، ما كنتش لاقيه البيض، شحال حاجه ما كناش لقيناها. يعني قدينا غير داكشي اللي كاين، كانوا الناس ديك الساعه كيمشيو كيكيلو، الوغ فاش مشينا حنا لقينا لي غيون خاويين. المهم اليوم كنتمنى من الله ان تكون شحال من حاجه، ونتقدى بالكافي باش نجلس ثاني في الدار مده ديال شهر ما نخرج ما حتى شي حاجه ان شاء الله تيفوت هذا الشيء. فوالا هذا الشيء اللي كاين، خليكم معايا ويلا نمشيو مجموعين ونشارك معكم شنو اللي غنتقدى، ونشارك معكم كل شيء ان شاء الله في هذا النهار. فوالا البنات، جينا دابا للمكازان، ما شفتو لينا مابقاش عندها الحليب بالشكلاط وهاد لي بريك هادو كتشربهم بزاف، راه هزيتهم ليها وهزيت هنايا السكر بزيد هكا باش يكفيني للشهر كامل، سورتو ان رمضان الابواب اللي كان عندي يعني مزيان. المهم خديت هنايا شي حاجه ديال لي بات، باقي دابا كنتقداو. المهم غادي ما عادش نقدر نشارك معكم هادشي كامل، نقدر غير نوري لكم هكا بالسربه. المهم كنحاول ناخذ باش ما نعاودش نخرج مره اخرى، يعني داكشي اللي غناخذ دابا نحاول ناخذ داكشي ديال الشهر باش ما نخرجش مره اخرى. دون الراجل اللي جاب الخبز بقى واقف حدايا كيتسناني زعما كمل التصوير. صافي المهم هادشي اللي كاين، هانتوما معايا غنوريكم كلشي ان شاء الله. شوفوا البنات داروا لينا هنا، داروا لينا ان باكي بار بيرسون، يعني غيكونوا فيها 8 بياس، يعني بحال هكا. لحقاش ديك الخطره جلست بلا طحين، والله الا ما كانش عندي الطحين. دابا هزيت هكا باكي فيها 8 ديال الكيلو، انا فرحانه. ولكن البنات انا دابا كاينه في الدي، كاينه في الدي ماشي في كولوغايت، حيت كولوغايت ما كنلقاش فيها بزاف الحاجات. ولا البنات خدينا الحليب هذا ما لقيناه، بقاو فيه غير 6، الو اضطرينا ان ناخذ هذا من المتوسط. حتى هو عندك الحق انك تهز غير 12، ما تهزش اكثر. كما قلت لكم هنا هزينا 8 كيلو ديال الطحين، هذا غير 12، هذا هو غير باكيه، الو هزينا غير باكيه. وسكر هزينا 5، هذاك ما قالوا عليه والو، ولكن هزينا 5 كيلو تما. البنات بغيت نقول لك واحد الحاجه، حتى انا ديما كنتلف بين الملح والسكر فاش كنكون كنطيب. المهم واحد الباكيه ديال السكر فاش كنشريهم من واحد المكازا اخر كيكونوا بيضين، وديال الملح حتى هما بيضين. الو دابا قال لي راجلي غناخذ هادو من هاد المكازا باش يكونوا خضرين، قلت ليه الملح ضروري غنهزها هكا باش ما نبقاش نتلف فيها باش نقضي بها الغرض، وفي حاله كاع الاخوات لي هادي غنامرها. واخا كنديرها في دوك ديال الدجاج، ولكن ديما كنتلف بالملح والسكر، والطياب ديما كيجي من لاوط غير على قبل هكاك. المهم زدت البنات هنايا، خديت هذا الزيت على قبل الفريت، والزيت هنايا الزيت ديال الذره على قبل الطياب نورمال، وليت زدت واحده اخرى ديال الزبده على قبل، بغينا هكا نديرو لي كريب ولا داكشي، يعني كيضيع بزاف. ودابا كنهزو زعما هكا شويه ديال المقلبات، ما هزيت الطون، هزيت شويه الفرماج، نهز هادو هكا. المهم نوريكم شنو اللي خديت ثاني. خديت كما قلت لكم برودوي باش كنغسل الحوايج. المهم هذا خديت واحد الخطره بالريحه ديال الخزامه، وخديت هذا على حساب الحويجات ديال لينا ومام ديال رايان كيعطيهم ريحه زوينه. خديت هنايا لي كومبوت لينا، خديت لها لي كومبوت لحقاش هي ما كتاكلش ليا الفواكه، الو كناخذ لها لي كومبوت حيت كيكونوا حتى هما فواكه. المهم خديت لها واحد ديال البنان، واحد ديال التفاح، وواحد ديال المشمش، كيكونوا فيهم 4. وخديت لهم هنايا لي بروسادون، لحقاش لي بروسادون ديالهم قلت لكم كنبدلهم اليوم سو. المهم البنات ما بقاوش عندنا لي جيل دوش في الدار بزاف، الو خدينا هاد الشامبوان هذا باش نستعملوه بحال جيل دوش، وخديت هاد الصابون هذا على حساب الايدين، ولي كوتون ديسك لينا كلهم لحتهم ليا في الارض، الو خديت لي كوتون ديسك ولي كوطون تيج حتى هما لحتهم ليا نينا في الارض لعبت بهم، انا خديت هنايا لي كوطون ديسك. هنا خدينا هنايا غير لي باكي ديال لي بيت من جوج، وخدينا لي بيتزا هنا هكا هكا، المهم هادو غير ديال الفرماج وديال الطون. خديت الدراري الصغار لي يوبي نورمال سي كو سي كوكيت فاسون سي كو لي كوكيت جو كوكيت سي فاسون سي جوست كوكيت بوم دو تير. المهم هنايا لي كروكيت ديال البوم دو تير، وخديت هنايا لينا دانون، ولكن شفت لاضات مزيان بانها حتى الاخر ديال الشهر، يعني حتى 30 في شهر 4، لحقاش كنحتاج ندير ليها فيه الدواء ديالها مر بزاف، ولا ما درتوش لها في دانون ما كتشربوش. المهم ما كتاخذوش زعما، خديت لها هنايا ما عرفتش شحال من باكيه، 3 الباكيات كل واحده فيها 6،
وريان كيعجبو هو هذا ما كيعجبوش هذا وكيعجبو الفلونخ اللي كاين هنا وما عرفتش شنو باقي غادي و اون بليس خصنا نمشيو مكازا اخر باش نهزو فيها الماء والمون هذا وخصنا نمشيو تمام عند الجزار المغربي باش ماشي المهم باش نهزو الحيمه ونهزو داكشي كما قلت لكم راه مابقى عندي والو البنات كتشوفوني كنتقدها هكا مابقى والو وهذا الشيء زعما راه غنبقى شاده حتى الاخر ديال الشهر وحتى ما يبقى عندي والو ثاني انا نخرج نتقدى. المهم البنات غادي نشارك معكم بحال هكا هذه فكره صراحه زوينه هزيت تليفوني اللي مكونجوليين لحقاش ما عندناش الاختيار هنايا دي فوي روج يعني فيهم فريز فرامبواز لي سوريز وداكشي وهنايا دي فوي اخرين لحقاش لي فوي ما كيريزيستوش بزاف انا فاش غنمشي لمكازا اخر غنتقدا شويه ديال لي فوي ولكن ما كيريزيستوش بزاف يعني واخا تشري كونتيتي كثيره غير غادي تخسر الوغ نشري حدو قدو باش ما يخسرش وهادو غنديرهم في الكونجيلاتور باش لحتاجيتهم نلقاهم. المهم البنات ساليت كاع لي كورس اللي كان خصني ناخذ من هاد المكازا هادي ديال الدي وحداها كاينه نورمالمون واحد المكازان ديال الحيوانات غادي ندخل غنشوف فيها الريان على حوته لحقاش كان نورمالمون عنده الحوت كان مربي شحال هادي دابا شي 6 mois كان عنده شي 3 ans ولا 4 ans هما كيربي فيهم ولكن دابا شي 6 mois ماتوا معرفتش شنو وقع لهم بقات كل صباح كنوضو كنلقى وحده ميته جوج وحده ميته جوج بوغ فينيغ حتى ماتوا كاملين كانوا عنده شي 8 ولا 10 ماتوا كاملين وهاد اليامات كنشوفو زعما بانه كيقنط بزاف راه ما كيخرجش الريان راه دابا شهر هو كثر منا ديك الخطره مازال فاش حنا درنا لي كورس خرجنا هو ما خرجش يعني كيبقى غير في الدار كما قلت لكم دابا راه شهر ما خرجش وكنشوفو بانه كيقنط بزاف ما كاين لا جرده لهنا لا والو لا قرايه لا حتى شي حاجه الوغ قلنا اليوم غنمشيو غنجيبو ليه شي حوته باش نفرحوه وهكا كيحس بان كاين شي فرد جديد دخل للدار ويبدا يعطيه الماكله ويحس بواحد الريسبونسابيلتي جهته المهم ويحس براسو كيدير المهم شي حاجه مختلفه جو سيبا مي جاتني فكره زوينه بالنسبه ليه غادي تعجبو غتفرحو سورتو هو عزيز على لي زانيمو ولكن الاغلبيه ديالهم ما يقدرش يربيهم الكلاب كيعجبوه اصلا حرام المشاش كيعجبوه عنده حساسيه منهم يعني نمشيو نديو ليه الحوت حاليا صافي غنمشيو ناخذ الريان الحوته وابخي عاد نمشي نكمل لي كورس كما قلت لكم فواحد المكازا اخرى وخصني نمشي عند الجزار ابخي. المهم بقاو معايا البنات باقي الفيديو غادي يكون ان شاء الله فلوغ طويل وغنشاركوا فيه شحال من حاجه. بالنسبه لي كورس البنات اللي شريت دابا كاملين قدر يبان لكم داكشي كثير وكلشي ولكن المهم كناخذ اسمنه مناسبين ومازال ست لا كونفيتور وزدت اوفر لا بورت ويلي ستالي في الطوموبيل خلاني باسكال اوفر لا بورت قلت لكم خديت مازال كونفيتور خديت لي زيبينار كونجيلي خديت مازال شحال من حاجه اخرى ما وريتهاش لكم وهذا الشيء كامل خديتو غير بالبري ديال 83 يورو يعني خديتو ب 16000 ريال فقط صافي. المهم غنمشي ناخذ الفلرين الحوت غنديكم معايا كنختار البنات دابا الحوت ولا بنات من بعد ما اختاريت الحوت اللي هزينا جيت دابا ناخذ لهم هنايا الماكله ديالهم وخديت لهم هاد البواطه هذه هاد البواطه اللي تدي لهم حتى 3 شهور 4 شهور 6 شهور حيت كتعطيهم غير جوج ديال القبيسات بحال هكا في النهار فوالا المهم غنديو هادي طن طرام هما لي باسون البنات المهم خدينا ليها ثلاثه ديال لي بوسون وصراحه البنات خديت ليها هذا النوع هذا اللي كيكبر داك اللي كانوا عندهم ما كيكبروش كيكبروا زعما غير هذا القياس هذا ما كيفوتوش مي هادو تبارك الله كيكبروا كيولي فيهم حتى 20 سنتيمتر يعني قد المسطره كيكبروا كيولي كبار زوينين بزاف بزاف خديتهم اليوم باش يحس بانها اكلهم مزيان واعتنى بهم وكبروا هادي وهادي ماشي الفكره اللي كانت في راسي راجلي قال لي زعما ناخذوهم غير صغار اللي كيبقاو زعما صغار بحال اللي كانوا عندهم قبل قلت ليه لا من الاحسن ناخذو هادو باش يحس بان راه تهلا فيهم وداكشي صافي غنضطروا ندخلوا دابا للدار اولا باش نحطوا هاد الحوت هذا باش مسكين ما يموتش ولا شي حاجه لحقاش غير ريزيستي في هاد البلاستيكه هادي غير مده ديال ساعه ما يقدرش ريزيستي اكثر اون بلوس داكشي اللي عندي في كونجيل داكشي اللي عندي في الكوفر باش ما يديكونجيلاش مع كاين اليوم الحراره كاينه 22 دكري اي فوالا ومن بعد نكمل معكم الغاست شوف البنات اوغوزمون بديت بديك المكازان ديال الدي شوف جيت هنايا الكولوريت والو رغم ان قايل اليوم زعما لا فارين ماكسيموم 5 كيلو هنايا تاهي فارين 5 كيلو هنايا 5 كيلو ماكسيموم هنايا فارين 5 كيلو لا فارين 5 كيلو لا سمور حتى شي حاجه ما كاينه السميده ما لقيتهاش. المهم اوغوزمون انني هزيت لا فارين من ديك المكازا الاخرى والا كنت غنجلس بلاش
المهم دابا الا جيت يلا بديت كناخذ لي كورس هنايا، راجلي ما نزلش معايا، خديت هنايا غير قزبر معدنوس هكا ناشف بيرسيل معدنوس كنظن لحقاش ما كنلقاهش كل خطره في خي سورتو فهاد لا بيريود هادي. خديت الريان هنايا كيتشوب، خديت ماي زينه وهادو غير لي بيسكوي هكا للدراري وتاع مادلين، وخديت الخناله لحقاش ديك الخطره ما لقيتش الخناله، خديت بيكن باودر والزا، وخاص هاد لي ساك هادو باش ندير فيهم باش نمشي عندك الزا ناخذ اللحم وداكشي نلقى فين نديرها. المهم دابا انا كندور نشوف شنو اللي غناخذ، المهم غنشارك معكم اي حاجه خديتها هنايا. هنا لي بوط داروا ليهم بانها يمكن لك تهز 12 باغ كليون، يعني ما تفوتش 12 الباكيه. كنعقل على هاد الغيون جيت لي هذيك الخطره، الا لقيت باقي عندي الفيديو غنحطو لكم، كيصفر كاريمون ما كاينه حتى حاجه، يعني شوفوا دابا تبارك الله كي داير ديك الخطره ما لقيتش فيه والو. فوالا البنات بغيت نشارك معكم شنو هزيت ديجا فاش كنت في الفريكو. المهم هزيت هنايا السلطه، هزيت هنايا شويه الخضره يعني الليمون بروكولي، هزيت هاد الكريمه عرفتي ديك الخضره ما لقيناهاش انا واختي كنقلبوا لها حتى تسطينا ما لقيناهاش، دابا هزيت فيها. المهم هنايا اربعه، هزيت الطوماط كنبغيوه لي بات، هزيت خيزو، هزيت الليمون، هزيت لي شيبس دري صغار، هزيت لي شامبينيون، هزيت هاد الزبده كنطيب بيها، هزيت هنايا مطيشه، هزيت البنان، هزيت هنايا بويد، المهم شويه ديال هزيت العصير، أو هنا لتحت هزيت كوكا. المهم البنات كتعجبني أنا هاد الكوكا هادي كتر من الكوكا فا، المهم هادي هي كولا ماشي كوكا. أو هزيت الما، أو هزيت هنايا لي كوشلينا. دابا باقي خاصني نهز غير لي لانجات نورمالمون، خاصني ندور الكاميرا صراحة البنات مبقاش عندي شي حاجة كتير خاصني نهزها، خاصني نهز لي لانجات لينا أنا قريبة ليهم الله ألقاهم، أو خاصني نهز جافيل ديك جافيل ما لقيتوش، خصني نهز جابيل و فوالا مكاينش لي لانجات، مكاينش لي لانجات، مصيبة هادي في راسكم. وفي واحد الفيزا لي لانجات كنستعملو منين، غنمسحهم بيهم الغبرة، نمسح بيهم أي حاجة كانت حدايا. المهم غنمشي نشوف داكشي لي خاصو بخي نرجع معاكم نوريكم شنو خاص. صافي ساليت البنات لي كورس ديالي، خديت هنا غير كلاص، خديت هنا البيض، أخيرا لقيتو ديك الخطرة مكانش البيض، خديت البيض وخديت لي كونفليكس للدراري، خديت المهم ديتول حطيتو لتحت والبرودوي باش كنغسلو المعنات، خديت هاد لي فيرميسيل هادو باش نزوق بيهم، وخديت مام هادو لحقاش مبقاوش عندي صراحة في الدار. صافي خديت شوية د المايز، خديت شي تخربيقات خرين ما قلت شنو آخر. المهم هادشي لي كاين دابا كنتسمع نوبتي. البنات كنحس بواحد العيا ميمكنش، واخا شحال هادي مخرجت ولكن اليوم فاش خرجت كنحس بالعيا، وكاين الحراره ولبس عليا انايا هاد الكاب هذا سخون بزاف. المهم ما عليناش، المهم درت لي كورس ديالي كما قلت لكم، تقديت تقريبا كلشي، ما لقيتش غير جافيل وما لقيتش لي لانجات البنتي انا الحمد لله، هاد الخطره لقيت كلشي كلشي صافي، كاينه شي حاجه زادوا فيهم شويه في الثمن ولكن ماشي مشكل. المهم كاين كلشي الحمد لله، ماشي بحال ديك الخطره لقيت لي غايون خاويين، ولقيت البيض، لقيت كلشي، ولقيت واحد لاصوص البنات ندخل للدار نوريها لكم، ديك لاصوص اللي نفسها كندير انا واختي لي فاش كنمشيو عندك مول لي بات ديك باستا كناخذو عندهم لي بات، كتشوفوني كندير واحد لاصوص حاره، ولقيتها هاد النهار في كولوغيت، واش هي ديجا كانت وانايا ما عمرني شفتها، واش اول خطره. المهم دابا نوريها لكم البنات وصافي، ودابا غادي نرجع للدار لحقاش مرات هادو شنو مجمعين هنا ما كيحشموش والله الا شي 6 ولا 7 واقف تما مجمعين، ولكن دايرين دويره هكا وكل واحد بينو وبين الاخر تقريبا شي متر، دايرين دواره كبيره. المهم قلت لكم غنمشي للدار لحقاش هزيت معايا الكلاص وهزيت شي حاجه من كونجولين، وقال لي راجلي زعما الا مشينا حتى لعند البوشخي وتقدينا وعاد رجعنا قال لي داكشي غيتفوندا، قلت لي صافي عرفتي هاد الخطره راه خليتيني حطيتيني في الدار صافي غير خليني، بما انني زعما الماكس جبتو غنقول لي داكشي الاخر اللي خاصني عند العرب غير بحال البطاطا البصله لا القليه السميده حيت ما لقيتهاش، وصافي هز شويه اللحم شويه هادي شويه هادي شويه هادي ويجيبهم لراسو. وهكا نعاون اختي لحقاش داكشي اللي ديت لها المره الاولى خليتها هي راسها حطيت لها وخليتها قلت لها الحاجه الكونجيلاتور ديرها في الكونجيلاتور، حاجه خاصها تغسل من على برا على ود الله يستر كورونا يكون شي حد هزها وحطها بايدو، سيرتو هكا حنايا وصلنا هنايا 18000 زياده تبارك الله ما شاء الله. الوغ هي خليتها تعقم اللي غيتعقم ودير في الثلاجه اللي غيدار في الكونجيلاتور شنو اللي غيدار، والراجل كيسوكي كيدير في هاد الزنقه هادي صافي. الوغ دابا انا غندخل للدار ومن هاني تنغسل داك لاكواريوم على حساب الحوت لحقاش شحال هادي ما استعملناها كيما قلت لكم شي 6 شهور من نهار ما سولي لي هاد الحوتات ديالو، نغسل لي لاكواريوم ونغسل شي حاجه ديال لا ديكوراسيون اللي غدار فيه، نسولو شنو اللي بغى، عندي كوميم بوم ديال الديكوراسيون ديال لي زاكواريوم ولكن نقول لي خسر غير شي حاجه اللي قلال باش يبقى اتساع لهذوك فين يكبروا، حيت كيما قلت لكم هما كيكبروا كيوصلوا حتى 20 سنتيمتر و
لاكواريوم ما خصوش يكون ضيق ويكون يكون زعما هو صغير عندي انا غير صغير ويكونوا بلوس امر بكثره الديكوراس كيقلل من النمو ديالهم. بالنسبه للبخيل بالنسبه باش ما ننساش ديال دوك الحوتات حيت سيغمون كاين البنات اللي غيسولوني هذوك البنات دايرين غير جوج الاورو الوحده دايرين 20 اورو كاينين حوت اخر داير 13 اورو الوحده يعني 2600 كاين ديال 5000 كاين ديال 6000 كاين كل حوت على حسب الثمن ديالها. انا دوك لاستون خديت لهم غير هذاك الحوت كما قلت لكم ما يمكنش ليا نخلط معاه شي نوع اخرين ديال الحوت حيت هذوك كيكبروا وفاش كيدوزوا بديك الزربه كيقدروا ياديو الاخرين. فوالا المهم بغيت قررت للدار غندخل نستف هادشي وهو يمشي عند البوشخي وكما قلت لكم اليوم غنشارك معكم ديك الحلوه اللي كنطيب داك النهار في انستا ماشي طيبتها انا كذوب الكذوب 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 اختي اللي وجداتها وهي نيت اللي غتوجدها اليوم معكم راني جبت لها معايا مايزينا حيت كدار غير مايزينا ما كدارش بطحين وغنوريكم الطريقه ديالها وصافي غنحل بعدا واحد البواطه اللي طخش حل هادي ما حليتها نشوف واش كاينين ديليت واش كاين ديكوغي شنو كاين شنو ما كاينش كوكو البنات دخلت للدار. المهم عطات لاختي داكشي دخلت للكوزينه قالت لي انا غنكملو لقيتها مسكينه داكشي الاخر كله عقبات وستفات ورطات كل حاجه بلاصتها وقالت لي داكشي الاخر زعما انا غنكملو غير خليك نتيا. بغيف خرجت شفت البواطالات وانا خاصلوني جوج ديال لي كولابوراسيون مع جوج ديال لي كرياتور المهم كرياتور و اون مارك غنتشاركو معكم بجوج هادي البنات غنبدا معكم بهادي هي الاولى مازال ما حليتهمش مازال ما عرفتش شنو هما. هذا البنات واحد لاباج في انستغرام غادي نخليها لكم في صندوق الوصف اللي كتقاد شحال من حاجه غنشرح لكم بحالاش بحال هادو انا خديتهم بحال اللي لقيت اللي لقيت همايا كيتعلقوا في لي بورت ديال لي شومبر كما كيمكن لكم ديرهم زعما في ابار لي شومبر ديال الدراري تنعس. فوالا نوريكم البنات هاد العلاقات كيفاش كيجيو كيجيو بحال هكا. المهم كتدخلي نتيا لاباج وكتشوفي فيها وكتختاري شنو اللي بغيتي كتختاري السميه كتختاري لي موتيف اللي بغيتي نتي كتختاري مثلا الا كان عندك اصلا شي حاجه كاينه في راسك وانت ما شتيهاش كاع فديك لاباج كتختاريها كتبروبوزي عليهم كتقولي لهم فوالا انا بغيت مثلا هاد الانيمال انا بغيت هاد ليماج انا بغيت هادي وكتكتبي شنو اللي بغيتي. الصراحه انا عجبني هنايا هاد ليكورن هذا كما كتعرفوا لينا اي حاجه كندير لها بليكورن ودرت له هنايا برانسيس لينا مش كتبه لكم كتبان معكوسه حيت انا كتبان لي معكوسه. المهم درت لها هنايا برانسيس لينا وكتعلقها كان غنعلقها في الباب ديال لا شومبر ديالها وغتشوفوها كي دايره. وبالنسبه لرايان بحال هكا درت ليه غوم رايان غوم وهنايا هكا لي مانيت لحقاش هو كيعجبو لي مانيت وكان فرحان بها بزاف كيتسنى غير وقتاش تجي. وهنايا كاتبين بالتحت بالانجليزيه بان زعما ممنوع تدابز ما تنوضش الصداع ما تفهمش على حسب المهم لي جو فاش يكون كيلعب بهم. فوالا كيجيو بحال هكا. صراحه البنات غتدخلوا لاباج ديالهم كما قلت لكم غنخليها في صندوق الوصف غتلقاو فيها شحال من حاجه اكيد غتعجبكم حيت ما كيديروش غير هاد العلاقات بحال هكا كيديروا ميم دوك اللي كيتعلقوا هكا عند لي ميدسان ولا الا كنتي مؤطره في شي حاجه ولا المهم بزاف ديال الحوايج كيديروا دي زاجوندا كيديروا بزاف بزاف. المهم غتدخلوا غادي تكون عندكم تسركلوا في ديك لاباج غادي تكون عندكم فكره. المهم انا عجبوني هادو بزاف وقلت لهم هاد الشكل هذا غنعلقهم غنوريهم لكم. بالنسبه لهاد لونفولوب الثاني اللي وصلني هذا البنات صراحه كنت درت معاهم هاد الكولابوراسيون على قبل لينا حيت كانت نورمالمون غتدخل هاد الشهر هذا المدرسه مي ما كتبش بهادشي ديال الكورونا كورونا وهادو غادي يكونوا براتيك بالنسبه لي مامون اللي وليداتهم غيدخلوا للمدرسه ولا اللي داخلين ديجا المدرسه ولا هادو داير لي امو ايسي خصني نلقاه من بعد. المهم ما سي دو كومونسي بزاف تاع نزيد تبقى الفاف سافوار بوز بروشان. المهم ان تي مو كاتبينو هنايا وهادو دي زيتيكي اللي كيتلصقوا على الحوايج فهم لابورت مون كير. فوالا كتدخلوا لو سيت كتكتبوا عاوتاني نتوما السميه اللي بغيتو تكتبوا وكديروا هنايا ليماج اللي بغيتو انا دايره لها هنايا عاوتاني ليكون وكتبها ليها لينا فهادو كيتلصقوا هكا على بحال دابا المونطو ديالها غادي نلصق عليها. عطاني نوريكم كيفاش فوالا دابا بما انها غتمشي العام الجاي للمدرسه الوغ ضروري المهم قدرت كلا كتاب هاد العام تمشي للمدرسه غتمشي لها في شهر 5 والا ما كتبش المهم العام الجاي هذا غادي يجي لها حتى العام الجاي دونك ما عنديش مشكل واخا نلصقها فيه ما غاديش نضيع فيها. فوالا كتجي بحال هكا وكتلصقيها ها هي لينا صافي دابا معروف زعما الموطو ديال لينا وكتلصقيها ميم في لي شوسيغ من التحت. نوريكم
فهي كتكون براتيك كما كيعرفوا بزاف لي مامون بالنسبه لهنايا وما عرفتش واش في المغرب ولا لا ما نقدرش نقول لكم فاش كيبغيو يدخلوا الدراري للمدرسه كيقولوا كلشي يكونوا فيه لي زيتيكي كتخلي لهم حوايج تما في ليكول اللي كيكونوا غيبدلوا لهم بهم فهما كيكونوا هادو زعما انا جو تروف براتيك كتلصقيهم على لي شوسيت ديالها البونطالون ديالها لي شوسيور ديالها حوايجها وكلشي يمكن لك ما ديريها على البواطه ديال لي طارتين يمكن لك ديري لها على القريئه ديالها ديال الماء يمكن لك ديريها على اي حاجه لينا فرانشمون جو تروف مانيفيك فوالا حتى هذا غنخلي لكم البنات هذا لو سيت هذا ديال ماي نيم تاغ غنخليها لكم في صندوق الوصف البنات اللي بغاو يدخلوا كما قلت لكم كتختاروا نتوما السميه اللي بغيتو او كتختاروا ليماج اللي بغيتي ديريو هنا لتحت ويمكن لكم تكتبوا حتى شي حاجه اخرى اللي بغيتي تكتبوها ابار السميه يعني يمكن لك تكتبي ان بيتي مون وتتبعي ليه السميه انايا جو بريفير زعما غالينا كتبت ليها غالينا بوحدها هادشي اللي كاين هادشي اللي وصلني اليوم فوالا دابا غادي نمشي اشنو غنمشي ندير غنمشي حيد عليا بعدا حوايجي ديال الزنقه ومن مورها فاش غادي تبغي تصاوب اختي ديك الحلوه غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله وتوريكم المقادير ديالها والطريقه ديال التحضير فوالا البنات انا غنحط هذيك اللي وصلتني دابا ديال تلينا غنحيد هادي هوب فوالا غنحط هادي اون اتوندون تنقادهم بجوج باش يكونوا بجوجهم في الباب ديال الشومبر ديالها شتو جات فريمون مانيفيك تراي انت هو غنديرها ليه غنعلق عليه في لاشومبر ديال في الباب ديال لاشومبر ديالو شوف جات زوينه فوالا البنات المهم لصقتها هنا فهنايا في لاشومبر دراين كيف كتشوفوا هو كاتبه لي ديجا في لابورت تما غاين بلا لتر وهنايا حطيت لي هذه غوم غيان وهنا مكتوبه فيها زعما بلا مضاربه بلا غش بلا صداع المهم فوالا المهم البنات بعد ما اختي ردات كل حاجه لبلاصتها انا كان عندي ما يدار وجدات المقادير ديال ديك الحلوه اللي كنت شاركت معكم داك النهار في انستغرام قلت لكم نشارك معكم في يوتيوب حطات هنايا 250 غرام ديال الزبده غادي تذوبها وهنا ثلاثه ديال الصفر ديال البيض غير الصفر ما كاينش البيض بالنسبه لذاك البيض كتصاوبيه حلوه اخرى ان شاء الله غنشاركها معكم مره اخرى المهم هنا كاين غير ثلاثه ديال الصفر ديال البيض وهنايا كاين سكر ثقيل سكر كلاسي وفاني وهنايا النشا ديال الذره او بيكن باودر اللي مايزينا المهم هاد الخماره هادي فيها 16 غرام الوغ الا عندكم خماره ديال 8 غرام ديروا غير 8 غرام الا عندكم ديال 16 غرام كديري غير لا موتي ديالها غير النص او فوالا دابا اختي غتوريكم الطريقه ديال التحضير فوالا البنات نديرو صفر ديال البيض ثلاثه صفر ديال البيض ثلاثه صفر ديال البيض انا قلت كنجمر غنديروا معاه السكر نورمالمون كندير غير كاس ونص مي بما انه اختي عليها الحلاوه بزاف درت هنا جوج الكيسان خلي شويه باش نبدلو من الفوق اوكي المهم اختي درت هنا جوج ديال الكيسان ديال العنب ياك وي جوج الكيسان ديال العنب صوب فوالا كتخدموا داك سميتو داك البيض والسكر ايه كيبداو يتشمعوا بحال هكا فوالا هذا غير داك البيض والسكر ديالي كنخدمهم مزيان مع بعضياتهم فوالا البنات من بعد ما الزبده ديالي دابت ها هي وداك البيض والسكر خلطتهم غادي نزيد هاد الزبده كلها 250 غرام 250 غرام ديال الزبده وغانو نخدمها مع السكر والبيض اللي ديجا خليتهم بجوج كيف ما شفتو زعما في المقادير الحلوه ما كاينش فيها الفارين كاع نهائيا كتجمع غير بمايزينا يعني ما تحتاجش كاع الطحين فيها فوالا من بعد ما غادي نشد واحد الكونتيتي ديال ديك مايزينا اللي غادي نخدم فيها في الاول وغادي بغيان وغادي نخلط معاها داك النص ديال الخميره كيف ما قالت لكم راه هادي فيها 16 الو غادي ندير غير النص ديالها ماشي كامله فوالا صافي وغادي ندير فيها حتى ديك الفاني ديالي نخلطهم صافي وغادي نبدا نزيد نزيدهم في هاد الزبده والبيض والسكر ديالي ونجمع الخليط حتى وكان يجمع ليا
دابا غادي ندير غير بيدي، ممكن علاش ندير بهذيك سميتها الخلاطه. فوالا الناس اللي تشوفوني دايره ليغون راه غير حيت تحرقت في يديا اخر مره درت هاد الحلوه هادي، تحرقت في يدي الوغ قلت اللهم ندير ليغون. دابا نبدا نزيد، نبدا نزيد مايزينا ديالي حتى وكان تجمع ليا هاد الحلوه. فريمون البنات ساهله 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 ساهله، يعني كتوجد في 5 دقائق، وحتى في الفران فاش كندخلوها نطيب ما كتاخذش لينا الوقت بزاف، 10 دقائق وكتكون ديجا واجد. المهم غادي نجمعها ونرجعوا معكم. صافي البنات هيا من بعد ما جمعتها بحال هكذا كتولي. المهم البنات بالنسبه للنشا كتبقاو تزيدوا الزيتون كيتجمع عندكم الخليط كيولي على هذه الطريقه هذه. هو المهم انا العجينه كدير بحال ديال الحلوه فوالا على هذا الشكل هذا. صافي جبت الطاوه ديالي، درت الفران يسخن، درت الفران يسخن، دابا غادي نبدا نحطها في طاوه. صافي البنات غادي نحيد ليكم، خيط وحق الله كتحرقني، كنت تحرقت في يد. المهم صباي ما عرفتش كتبان لكم ولا لا، مي دابا باش نكور باش نكون اليز خاص نحيد ليكم. بالنسبه للكوارات البنات ديرهم غير صغار لحقاش كت فاش حيت الخميره فاش كتدخل الفران كيولي تيكبروا يعني فهمتوا كي لا امبارس. المهم كوره كوروها غير صغيره لحقاش كيتزاد النيفو ديالها، والا كنتو نتوما اصلا بغناها كبار يعني ديروهم شويه كبار وديك الساعه غادي تبسطوا، حيت في الفران فاش كتخمر كتاخذ حجم كبر كتضاعف كتولي دو فوا ولا تخوا فوا داك الحجم ديالها. المهم تبقى هي غتكورها بهذه الطريقه هذه وغتحطها هنايا ابخي غندخلوها الفران. بالنسبه للفران مسخنينو على درجه 180 درجه على درجه الحراره. نو دابا دايره الماكس، وتا كنبغي نحط فيها الحلوه عاد كنديرو 180 درجه باش يسخن ليا دغيا، كندير ماكس دغيا باش يسخن. المهم على الدرجه اللي غيطيبوا فيها هي 180 درجه. فوالا ولا بنات حنايا دابا ديجا وجدنا البلاطو الاولاني وباقي عندنا باش نقادو تقريبا قيمه بلاطو والزياده ياك. المهم الشو راه ما قادر زعما قلانين وبساط، ولكن كيعطيوكم واحد الكونتيتي كبيره يعني حنا غنديروها وغادي نخبيو منها ان شاء الله. فوالا هادشي اللي كاين، دابا غندخلوها الفران، بعد ما نخرجها من الفران غادي نشارك معكم كي فاش كطيب كي كتخرج. المهم كيما قلت لكم البنات كطيب على درجه ديال 100 على درجه حراره الفران 180 درجه وكتخليوها 10 دقائق، يعني بالضبط ديري غير المكانه ديالك 10 دقائق بالضبط وخرجيها. كتجي مشققه فاش تخرجيها ما تهزهاش ديك الساعه لحقاش كتفتس كتكون هشيشه، خليها مده ديال 4 دقائق حتى 5 دقائق كتبدا تبرد تشد فراسها ودردري عليها السكر بلاصي من الفوق. انتو كان لي زوطغ زيطه بغا نشاركهم معكم. ولا البنات المهم بديت كنحطها هكا هنايا في الطبسين بعد ما شدت راسها، وغادي ندردرو عليها هكا شويه ديال السكر الثقيل. كما قلت لكم هي ما خصهاش ما تهزوهاش ديك الساعه كتخرجوا من الفران حيت كتكون هشيشه وغادي تفرتت لكم، وفي نفس الوقت كتجي هكا بيضه ما كتجيش محمره كتكون اللون ديالها هكا بيض. فوالا غندردر عليها هكا وغنوريها لكم في طبق التقديم. فوالا البنات انا حطيتهم دابا في هذا الفنايق هذا بحال هكا. بغيت غير نقول لكم هادو هما الاولين اللي كنا درنا، وانا قلت لاختي ديك الخطره اخرين جاوا زعما كبار ديريهم صغار، ودرنا دويرات صغار كما شفتوا وجاو بحال هكا، جاوا شويه رقاقين. اختي ما عجباش الحال قالت لي انت اللي خرجتي عليا، وقوليهم في الفيديو انت اللي خرجتي عليا. ابخي درنا هادو بحال هكا شو كبيبرين بحال هذا ديك الخطره كيكون فيهم فوليوم، وجاو الصراحه زوينين وجاو بنانين والله يعطيها الصحه. وفوالا هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي نوريكم الاكواريوم اللي كنت قلت لكم غادي نوريه لكم حتى انا فيه الحوت ديال الريان وصافي. صراحه كانت عندي شحال حاجه بهاد الدار، يلا ساليت شنو كندير وجيت باش نوريكم الحوت ديال الريان فاش درتو في الاكواريوم. فوالا هما الحوتات اللي خدينا، كي زعما الا كنتي ساج وهذه غنمشي نجيب لك واحدين اخرين. وفراح قال لي اوكي، قال لي انا غنحاول نكون ساج، واخا صراحه راهي نضريت ما فيش المشاكل. ممكن واحدة هنايا الصفراء، كاينه الاخرى تما اورونج، والاخرى اللورانيه كانت نورمالمون كتبان كحله كحله قهويه فاش كنا في المكازا، ولكن تبدل ليها اللون. نحاول نوري لكم من هنايا فوالا. المهم درتو ليها هكا في لاشومبر ديالو لحقاش الصراحه الصالونات لتحت باقي ما ساليتش لي طرافو الوغ كيكون الصداع، وباش ما يخافش الحوت. او ميم طون درتو هنايا في لاشومبر ديال غير بويسكو الحوت ديالو، وهو نيت فرحان انه يكون دار وحده راسو وكاين اسنا والحوت هنايا صافي. بالنسبه لي بلونط كيما قلت لكم هو اللي اختار، اختار غير هاد الديكورات هما اللي بغى يدير. كان صراحه باغي يزيد حاجه اخرى ولكن قلت ليه لا، قلت ليه اختار
ثلاثه الحاجات اللي عجبوك هما اللي غنديروا باش يلقاو اتساء فين يكبروا. كما قلت لكم الاكواريوم ما كبرش بزاف يعني خاص لهم اتساء فين يكبروا، حيت تبارك الله لكل وحده ولات في 20 سنتيمتر ما غاديش يكفيهم. اون بليس الا كاع زدت ليها حوت اخر ما غاديش يكفيهم كاملين، غنضطر ديك الساعه نجيب اكواريوم كبر. عندي صراحه واحد في لاكاف كبير ولكن حاليا قلت ما كاينلاش نطلعو، تنشوفو من بعد. فوالا البنات هذه هي لا فيديو ديال اليوم، جيسبر لا فيديو كان عجبتكم، شاركت معكم فيها شحال من حاجه. اللي باقي ما اشتركش القناه يشترك، وتشاو تشاو في لا فيديو جاي ان شاء الله.